عليكم خواتي واشرك، ان شاء الله تكونوا بخير. معكم دائما جمال دي من دبي يحييكم. اليوم جبكم الاحلى مكان موجود في امارة دبي، بحيرة الحب. يعني هي موجودة في وسط صحراء دبي، يعني بعيدة على دبي بتقريبا ساعة زمن، ولكن يعني تستاهل انه تجوها. تابعونا في هذا الفيديو، راح نوريكم احسن واجمل ما في هذه البحيرة. نصيحة للبنات، ممنوع منعا باتا هاي هيلز. المكان عبارة عن بحيرة، المجرى تاعها عبارة عن قلبين متداخلين بالطريقة هذه. يعني هو هذا مجرى البحيرة، هذا نفسه هو بشكل على شكل قلبين متقاطعين. كما قلت لكم خاوتي، البحيرة هذه عبارة عن المجرى تاع البحيرة عبارة عن قلبين متقاطعين، يعني فمكان رائع جدا. نص الناس انه يعني هي جود اكسبيرينس، يعني واحد يجي يشوف. هي يعني بلاصة شابة للعشاق والأحبة الأزواج. ف مرحبا. حتى كما راكم تشوفوا خاوتي، الناس تجي تجمع على ضفاف البحيرة، الناس يجيبوا الاكل، يجيبوا الشرب بتاعهم. حتى يعني في اماكن مسبوح فيها بالتخييم او بالانشاء باربيكيو، يعني مكان رائع والله. وحتى فيه يعني بتشوفوا هذا الممر، هذا بتاع الرياضه، اللي يحب يجي يدير الرياضه هنا، فالممر هذا لاصحاب الرياضه. نقطه مهمه خاوتي نقولها لكم، انه البحيره ما تتوفرش على مرافق، فاحسن حاجه ان تجيب الاكل تاعك والماء تاعك وشو يعني الماكل والمشرب، لانه البحيره ما تتوفرش على اي مرفق، يعني تحب تشري اي حاجه فغير موجود. وحتى تشوفوا خاوتي الغروب رائع جدا، صورة رائعة أو منظر رائع جدا للغروب في هذا المكان، يعني موفرين جو رومانسي. البحيرة كذلك تتوفر على أسماك الملونة هذه. لكن ممنوع يا جماعة، ممنوع إطعام الأسماك. أخوتي ممكن يعني نقطة تهم كثير من الناس، وهي أن الدخول للحديقة هذه أو للبحيرة هذه هو دخول مجاني free charge. بالنسبة للناس اللي تحب الشواء، يعني فممكن تجيب المعدات بتاعك. وهذا المكان يعني مكان رائع، بتشوفه يعني متوفر فيه كل شيء، ممكن تجلس هنا. ولكن للأسف الشديد الإنارة مش متوفرة، فأي واحد يحب يدير شواء أو يجي فترة الليل فلازم يجيب معاه الإنارة، لازم يوفر الإنارة معاه.
خوتي هذا فيديو بسيط حول بحيرة الحب وما يوجد في بحيرة الحب والمكان تاعها. فنتمنى اي واحد يجي ويزورها، والله مكان رائع جدا يعني، وتشوفوا يعني كوايت فيري كوايت، يعني هادئ جدا، ممكن ترتاح فيه. فيه ناس اللي جايين يعملوا باربيكيو هنايا، فيه ناس اللي جايين يتصوروا، فيه ناس اللي جايين يتنزهوا، فيه اللي جاي يحوس على راحة باله، فممكن راح تلاقيها هنايا. يعني ممكن ترتاح على ضفاف البحيرة هنا وتشوف السمك، تشوف البط احسن ما تشوف فيما في وجوه ناس ثانيين. بارك الله فيكم خاوتي، ما تنسوش تديروا لنا لايك على الفيديو، تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد من القناة تاعي. السلام عليكم ونهاركم مبروك.